السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم واحد الرولي ديال البطاطا كيجي أكثر من رائع، فإلا جربتوها أنا متأكدة غادي يعجبكم وغادي تعودوها أكثر من مرة. فكنتمنى صديقتي أنكم تجربوه إن شاء الله وتردوا عليا في التعليق، فأنا متأكدة جميع أفراد العائلة غادي يعجبوه، غادي يعجبهم خصوصا الأطفال ديالكم غادي يستمتعوا به، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. فدائما صديقتي كنبغي نشارك معكم أمور اللي جيت سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت راه كتكون لذيذة وأكثر من رائعة. فغادي نبداو على بركة الله التحضير ديال هذا الطبق اللي كنتمنى أنه يعجبكم، وإلا عجبكم فكيف ديما صديقتي ما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الإيجابية، ومن البارتاج إلا كنتو جدد. فدائما كنرحب بكم، مرحبا بكم، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة. غادي نبداو على بركة الله. فأول حاجة غادي ناخذ واحد ثلاثة ديال البطاطات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير، حكيتهم هكا في الحكاكة الغليظة، كنتو عدد افراد كثر فديروا ضعفوا الكميه. ضفت عليهم شويه ديال الملح وغادي نخليهم تقريبا واحد 10 دقائق حتى تطلق ديك البطاطا الماء ديالها. من بعد ما طلقات البطاطا الماء ديالها غادي نعصرها مزيان ونبدلها الاناء. غادي بقى ناخذها هكا بالقياس بالقياس وبقى نعصروا ما بين يديا، فراه كتستقطر واحد الكميه كبيره ديال الماء كما غادي تلاحظوا معايا. فهذا هو الماء اللي خرجنا من البطاطا، فكنديروا له داك شويه ديال المليحه القياس اللي نملحوا به، ما نديروش اكثر من اللازم لانه غادي يبقى فيها. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الدقيق الابيض الفرص، وغادي نزيد عليها ثلاثة ديال البيضات. فهنا الحجم ديال البطاطا ثلاثة كبار، الا كانوا صغار فضيفوا ربعة ديال البطاطات. غادي نضيف هنا نص ضامة ديال البقري، فراه كتجي اكثر من رائعه، هي باش غادي نسمو ما غاديش نديرو اضافات اخرى. غادي نخلط الكل جيدا، من بعد غادي نزيد غير واحد القبيصه صغيره ديال الملح وشويه ديال الابزار فقط، ما نكثروش الملح لاننا درناه في البطاطا في الاول. غادي ناخذ واحد الورق اللي كيدخل الفران، من الافضل يكون نوعيه جيده، وايضا من الافضل انكم تدهنوه هكا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا ديك البطاطا ديالنا. فالا حسيتوا بان الخليط ديالكم خفيف اكثر من اللازم فضيفوا له واحد المعلقه اخرى ديال الدقيق. غادي نسرحوا هكا ونحاول انني نساويه مزيان باش كيجيني كله قد قد على هذا الشكل. غادي ندخلو الفران نشعل عليه من التحت حتى كيطيب ليا، ونشعل عليه من الفوق. غادي ناخذ هنا واحد البصله غادي نقطعها بشكل طولي، غادي نخليها حتى تنزل ليا شويه مع شويه ديال الزيت. من بعد غادي ناخذ واحد الخيزويه اللي كيكون الحجم ديالها كبير، غادي نحكو في الحكاكه الغليظه وغادي نخليها تكمل تشحر مع ديك البصيله. ايضا خديت هنا جوج ديال القرعات اللي كيكون الحجم ديالهم متوسط، حكيتهم في الحكاكه الغليظه. هنا في الاخير بعد ما ضفت الزيت في الاول زيت المائده، في الاخير هنا كنضيف زيت الزيتون، كنخلي ديك الخضره ديالي حتى تنزل على الشكل هذا مزيان، وكنرطها على جنب. فكما لاحظتوا ما درت فيها لا عطريه لا حتى حاجه. خديت معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الدقيق، غادي نحمرهم هكا واحد شويه كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف عليهم الحليب، كنضيفو هكا بالتدريج حتى تيتحل ليا داك الدقيق. فضفت نسيترو قل واحد شويه، فكانت معلقه ديال الزبده كبيره عامره مزيان، ومعلقه ديال الدقيق ايضا عامره مزيان، وكنضيف شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. غادي نخلط الكل، ومن بعد غادي نجيب ديك نص ضامه اللي بقات ليا من الضامه الاولى، غادي نسم بها هاد صوص بيشاميل. فكما لاحظتوا الخضر ديالنا ما درناش فيهم نهائيا العطريه حتى حاجه لا ملح لا بزار. هنا غادي ناخذ ديك الخضر ديالي وغادي نسمها بهاد صوص بيشاميل، فراه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم، كتجي اكثر من رائعه. فكندير الكميه تقريبا كنخلي غير واحد جوج معالقات اللي غادي نزين به هاد الرولي من الفوق، اما الكميه الاخرى فكنخويها كلها هنا في هاد
في هذا المقله، وهنا راه النار راه مطفيه ما شعلاش على النار. غادي نخرج البطاطا ديالي من الفران، ما كنخليوهاش حتى تتقصاح لينا بزاف، فنديرو غير نحسو بها طابت لينا، كنخرجوها ونلويوها على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نحيدوها من هذا الورق، فاش تبرد كنحيدها من داك الورق ديال الطبخ. بعد ما حيدتها من الورق ديال الطبخ، كنجيب داك الخضر ديالي اللي نسمتها بديك البيشاميل، كتجي لذيذة لذيذة بزاف، كنتمنى انها تعجبكم. فكما لاحظتوا ما استعملناش توابل نهائيا، استعملنا ضامة واحدة، النص استعملناه مع بطاطا والنص هنا مع هاد الخضر. غادي ناخذ هنا لانشون او الكاشير اللي متوفر عندكم، غادي نحكوه في الحكاكة الغليظة وغادي نزيدوه كطبقة هكا ثالثة. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الفرماج الاحمر، الا كان عندكم، ما كانش عندكم يمكن لكم ديروا الفرماج ديال الساندويتشات وتفرشوه من الفوق هاد الكاشير، كيجي واحد الطبق رائع رائع بزاف. غادي نفرشوه هكا كامل، ومن بعد غادي نخلي ايضا واحد الكميه قليله اللي غادي نديرو من الفوق ديال الرولي. فكما غادي تلاحظوا معايا الرولو ديالنا كيترولا بكل سهوله، فغير هو في الطياب ديالو، ما تخليوش حتى يقصح لكم بزاف، فغير يدخلوا الطياب وتحسوا بان بطاطا طابت مزيان فكنطفيو عليه. فكما لاحظتوا كيتلوى لينا بهذا الشكل هذا، وكنجمعوه هكا من الجناب، داكشي اللي تدل عليا كنردوه هكا في الجناب. من بعد غادي ناخذ ديك الصوص بيشاميل اللي بقات ليا، وغادي نديرها في الوجه هكا ديال هذا الرولي. من بعد ايضا غادي ناخذ داك الفرماج اللي خليت وغادي نديرو فوق هاد صوص بيشاميل، وغادي ندخل الرولي ديالي الفران تيتكراتينا، ما كياخدش مده طويله لان تقريبا كل شيء طايب، فغير كياخد واحد المده قليله، وغادي نقدموه كيجي اكثر من رائع. فالا جربتوه راه غادي يعجبكم بزاف بزاف، لا نتوما لا وليداتكم، غادي تعاودوه اكثر من مره، فكيجي هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع بزاف. فما بقى لي غير ندخلو الفران، فهذا هو الشكل ديالو. من بعد ما خرجتو من الفران زينتو هكا بشويه ديال الزيتون الاسود اللي قطعتو قطع صغار مع شويه ديال الهريسه، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى صديقتي انه يعجبكم، ولا عجبكم فكيف ديما ما تنساونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم اللي كنفرح بها بزاف. وإلا كنتو صديقتي اول مره كتشوفوا في القناه، فكنتمنى انكم تشاركوا. فهذا هو الرولي من بعد ما قطعته، كيجي المنظر ديالو رائع بزاف، دوك اللوينات، وايضا حتى المذاق ديالو راه ما غاديش تشبعوا منه. شكرا لكم، دمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.